80 الحقيقه رغم الاجواء اللي بارده خارج استوديو ما لهنايا هكا فما كالامبيونس سونيا هكا ولا كالعاده هذاك هو جونا في الحياه فهم دونك سورتو في الاوف كي يبدا معانا محمد سيف الدين بن عريس ونجم ما عندهمش فكره معناها السيده مستمعين برا تحيه السيف الحقيقه على المجهودات اللي قاعد يقوم بها معناها حتى في كوتي ديجيتال سينو مكملين في الموضوع نتاعنا لليوم نحكيوا على علاقه الانسان بالحيوان كيفاش لازمها تكون سورتو كيفاش كل بدايه نتاع الغرام ونعرفوا برشا ناس اللي عندهم غرام بمختلف التربيه نتاع مختلف الحيوانات وكل واحد هنايا والميولات نتاعو لشنو يمشي تحدثنا عليها لانه يكون انجذاب بالفطره والا لا خاصه زيد الثقافه الاجتماعيه اللي تنجم تختلف من واحد لواحد وكيف كيف سونيا باش نحكي وزيد على تاثيرات الايجابيه قبل بشويه كنت دخلت معنا متين ممكن بدينا بالسلبي اكثر منه الايجابي سورتو وقتها اللي تبدا العلاقه اذا كان زادت عن الحد اما كيف ما قلت ما نجموش نقيموا نحن ديجا العلاقه اللي ما بين اللي علاقه الامتنان بسيمبا نتاعها ايفيكتيفمون دونك ما تنجمش نحن نصنفوها على اساس علاقه سلبيه او ايجابيه بالعكس هو طونك معناها فما معناها اكل لو بوزوان دونك الاحتياج موجود وفما شكون قاعد يامن في الاحتياج هذاك مهما كانت دونك صفه الحاجه هذيك دونك تولي حاجه ايجابيه على الانسان ولكن نحن تناقشنا على مدى تعلقنا معناها نسبه تعلقيه بالحيوانات هذوما معناها وتقبل بتاتخ فكرة اللي بشي يجي نهار وكل حيوان هذيك بشي يكون مش موجود معانا دونك هذا هو اللي بعد نجم نقيسه بيس كل علاقة أو التعلق سلبي أم إيجابي خلينا نخذ احنا التفاعلات سيدة مستمعين 70-35-120-77-288-289 ايمن تقولي حاضر معنا تليفون قولوا ألو مرحبا السلام عليكم وعليكم السلام يعطيك الصحة يا مهران عايش نحويك الحمد لله ربي يبارك لك مدام انت صفا الحمد لله يا ربي الحمد لله دكتورتنا الجميله مرحبا اهلا وسهلا يعيشك ربي يبارك لك حتى انا راه عندي اليوم جوي في الاوف وحدي فرحان بالمطر وخارج بالاوف وحدي بطبيعتي مش كان انتم راه اكيد في الشبيكه انت طب باش تحتفل بالمطر لا لا الحقيقه لا اليوم عيد عندي انا بصراحه بقيم الفجر ان شاء الله العيد ان شاء الله يا رب والناس الكل اليوم متفائل خير والحمد لله عمت فينا الفوضى واشتعلت كل الاضواء وخايفين وما نعرفش شنو شوفوا ربي الحنان المنان شنو عطانا قلكم ربي انا حنين عليكم واعطيتكم الخير وان شاء الله ان شاء الله تو الفلاحه الكل حسب ما سمعت انها قاعده تتحرك وباش تحرف وان شاء الله عام خير باذن الله ان شاء الله عندنا رب اسمه حنان كريم ما يخليناش باذن الله هذاك علاش انا فرحان هي عملت العصيده البيضه ولا الساعه ان شاء الله ان شاء الله مو فرحان مو كي تصب المطر احنا عادتنا مش عصيده بيضه انا غلط لا انا خاطر مانيش قرويه دونك اللي نكتشف في العادات والتقاليد اليوم العصيده البيضه والبركوكش ما شاء الله الناس ترحب المطر بالحق حضرتك ضيفنا سي مهران قاعده نكتشفنا شي ضيفنا سي مهران مرحبا والله العظيم مرحبا على العين والراس ربي يبارك لك عايش حسن اخلاقك يعيش ربي يبارك لكم وشكرا سي على الموضوع محلاه مرحبا يا مهران أكيد مدام سونيا دكتورة ما يغيبش عليها أنها حكيت على الحصان أنا مش نحكي على حيوان آخر زادة من إدخاله في المنظومات الإصلاحية هذه اللي هو الكلب الكلب اليوم أكثر الأطباء في العالم ينصحوا به أمراض اللي عندهم الأمراض النوبات القلبية والصرع وإلى آخره علاش خاطر اكتشفوا أنه الكلب عنده أكل السبق يفيق بالحاجة قبل ما تصير بوقت ويطلب النجدة ويعاود المريض يعني الأطباء ديما ينصحوا به أبار هذا الكل المرضى في حد ذاتهم اكتشفوا الأطباء أنه جانب كبير من العلاج هي مرافقتك الحيوان هذاك يعني تنقص على الطبيب نسبة كبيرة من المنظومة العلاجية متاعهم مع مريضه هو بشكل عام انا عندي انا بصراحه في رايي انا اللي يحب الحيوان ديما يكون اقرب من الانسانيه اكثر من غيره علاش خاطر الحيوان راهو مخلوق جميل جدا باش نحكي على الحيوانات اللي عندي انا في الدار انا عندي زوج كلاب حاشاكم سام واردام سام واردام اتراك هذوما اردام تركي سام واردام شيان لو ودوغالمون
أنا ما نحسبهمش حيوانات صراحة، أفراد من العائلة عندهم مصروفهم الخاص، عندهم دريساج نتاعهم الخاص، عندهم طبيبهم، عندهم دنيتهم وماكلتهم. يعني أنا ما نحسبوش حيوان دخيل علينا، هو فرد من العائلة ويعيش معانا في العائلة والإفادة نتاعه كبيرة برشا، الإفادة خاصة مع الصغار. الحيوان خاصة الكلب عنده حب كبير للصغار، يحميه ويوريه ويعلمه حاجات الصغير يتعلم من الحيوان كيفاش يكتشف. أنا لاحظتها الحقيقة، ما كنتش نعرفها، لكن لاحظت في حاجات حتى كست المختصين قالوا لي راهو الكلب بالأخص الكلب عنده دور كبير في 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 التربية الذهنية نتاع الصغير وقت يبدأ يكون في روحه. تتفق، أنا نجم نأكد هالك المعلومة هذه أكيد إن شاء الله. لا كلام يعلى على كلامك دكتور، أنا ديما كي نحكي من بعدك نبدأ نفرز في كلمات. مرحبا، الله ربي يبارك لك يا مدام. دونك هذوك مسامو أردام عندي أنا أولادي أكثر من أولادي. علاش أنا حسيت بالمدام اللي دخلت؟ راهو ثم إحساس ما يفيق به إلا اللي ربي حيوان، ثم حب. اليوم الحيوان أنا عندي في الدار، يعني منيش خايف منه في حتى حاجة، يرقد معانا في الفرش، يعس على الصغار وقت يبدأوا راقدين، يعني ينبه بالخطر أي حاجة تبدأ، حتى يشم ريحة غاز يجيك وينبهك، يشم أي خطر يعني يجيك أوتوماتيكمو وينحي عليك الغطاء ويبدأ ينبه ويفيقك بك الحاجة هذيك. يعني الحيوان أنا نتمنى أنها تكون ثقافة عامة، وعندنا ثقافة في تونس لكن نسبة ضئيلة جدا. حاجة أخرى، الحيوان اليوم ساهم في ربط شمل الكثير من الأشخاص، وفي حتى برشا عرفوا من جرة الحيوان كيفاش. أيوة. فما جمعيات يلموا الحيوان ويجيوا ماليهم ناس ما يعرفوش بعضهم، يتعرفوا على بعضهم، يدخلوا في علاقات زوجية، يعني يدخلوا حتى في خدم، يدخلوا في مشاريع في جرة شكون؟ في جرة الحيوان. يعني دونك يعني الحيوان عنده ميزات كبيرة كبيرة على الإنسان. هو أنا ما نقولش حيوان الحقيقة، هو ناقصه كان النطق، يفهم ويتكلم ويفهم ويسمعك ويتكلم بطريقته الخاصة، نقصته إلا النطق. النقطة اللي هي الأهم من هذا الكل عندي أنا كشخص، الحقيقة الحيوان عندي أنا أوفى من الإنسان حسب التجارب، مع احتراماتي للإنسان رغم مش نزم في الإنسان، حسب تجربتي أنا الحيوان أقرب لي بالإنسان. الحيوان يحس بي، الحيوان وقت يحس بك اللي أنت بحاجة يجي ويقعد عندك وينحيلك، يمتص منك الاستريس ويمتص منك برشا حاجات. دونك لهنا إن شاء الله نتمنى اللي ثقافة تربية الحيوان تهم في تونس، خاطر الحيوان جميل جدا. أنا عندي كثير من الحيوانات، عندي سعد حصان، عندي سامو أردام، عندي مينوش قطوس، عندي عصافر، يعني الحيوانات الكل وخاصة حتى العصفور. مدام العصفور يعرف وقته وقتاش باش نحط له ماكلته، يعطيك الكلاكسون تاعه ويبدا يزقزق ومحلاها، يعني شيخك. وهو في أصل الأساس الحيوان شنو راهو؟ غرام. وأنا ضد إنسان ينفح بحاجة جمعة ولا جمعتين ويطيشها، أنا ضد. إذا كان أنت مغروم بالحق خذوا الحيوان هذاك كفرد من العائلة، خاطر راه مش يفيدك برشا في برشا حاجات. وشكرا اللي تحكي الفرصة. سؤال في إطار التفاعل. مرحبا. قالك عندك سؤال مدام سونيا في إطار التفاعل. لا جوست حبيت نزيدوا حاجة أخرى اللي قالها، مانيش معناها اللي قالوا تبارك الله سي مهران الكل صحيح 100%، جوست نحب نزيد اللي هو معناها اكتشف أن من مميزات الكلاب كحيوان اللي هو ينجم يستبق حصول كوارث طبيعية قبل الإنسان حتى الكوارث الطبيعية، كيف الزلازل، كيف التسونامي، كيف برشا حاجات تخدم براكين أكيد جدا. شكرا لكم وربي يبارك لكم وربي يهنيكم والسلام عليكم. يعطيك الصحة مهران على تدخلك معنا. تخطو أيمن ناخذ تليفون آخر معنا، نكملوا سنيا نحكيو في الموضوع متاعنا. خلينا نمشي ونخصوا الجزء متاعنا للصغيرات اللي قلنا قبيلة بشوية كيفاش تساهم تربية الحيوانات الأليفة خاصة في تحسين سلوك الصغيرات متاعنا. effectivement دونك هو كيفاش الحيوان ينجم يحسن في سلوك الصغيرات. كان باش نحكيو على الـ معناها نحكيو على السلوك بصفه عامه، دونك عنده الطرق نتاعو، وكان نحكيو على الاضطرابات السلوكيه زاد كيف فيها طرق اخرى.
باه مش نحكيو تو في العادي، في العادي احنا ناس عاديين عندنا صغيراتنا في الدار دونك ماذا بينا ولا صغيراتنا طلبوا ولا نحن نحبوا نجيبوا لهم حيوان معين. ساعه اول حاجه لازم نسالوا الصغيرات يلا تتفاهموا زوز ولا انت شنو عدد الصغيرات اللي عندك ويتفاهموا شنو هو نوع الحيوان اللي يحبوا ان ناخذوه ونربيوها في وسط الدار. دونك أكيد كل واحد بشي يجبت حيوان معين، كل واحد وشنو المولوليت متاعه، ولكن التعليمة واضحة من عند الوالدي. حيوان واحد اتفاق مش كل واحد يجيب له حيوان، نتفق ونس الكل كان نزم نعملوا تيراج وصاخ ولا نعملوا بالفوت، الأغلبية هي اللي تغلب. دونك نختاروا حيوان افكتيفما، لكن قبل ما نجيبوه الحيوان هذايا لازم نطلبوا من عند صغيراتنا كونا يتعرفوا على المزايا نتاع الحيوان هذاك، ناخذوا شويه مع ما نحن عندنا التكنولوجيا الحديثه هيت نستعملوها استعمال ايجابي نتعرفوا على خصوصيه الحيوان هذاك، شنو لازم قداش يلزم ياكل، كيفاش يلزم ياكل، شنو الحاجات اللي ياكلهم، كيفاش الرعايه نتاعو، شنو البلايص اللي يلزم يقعد فيهم، اسكو محبذ يقعد معنا لداخل والا لبرا، كيفاش يصير تنظيفه، كيفاش تصير اللهو بي. دوك محليهم هما يبداو شيخين على خاطر يستنيو فك الحيوان بدقيقه ودرجه بعد الحيوان يستغل ذلك الحيوان دونك رفقا به لتعديل سلوك الصغار. دونك نحن كوالدين نجم نكونوا ذكيين دونك نعدلوا بهم سلوك الصغير متاعنا. أول تعديل سلوك هو تحمل المسؤولية، هذه أول حاجة باش يتعلمها الصغير. علاش؟ على خاطر أنت تهز في صغير صغارك باش يختاروا معاك الحيوان اللي باش ياخذوه ولا اللي باش تجيبوه، يزك تفسر لهم اللي راهو يسفي ما تلهاوش بيه، راهو الحيوان يرجع منين جبناه. ما فيهاش زاد النقاش، فما معناها قوانين صار ما لازم نحطوها من نحملوا فيها مسؤوليه، يفو لي ريسبونسابيليزي نحملوهم المسؤوليه نتاع الحيوان هذاك. ملا نحنا فاش باش نستغلوا الحيوان؟ ما باش يعدل سلوك صغارنا والا لا. دونك اوتوماتيكمون فما حاجات دونك هو راهو شو الصغير راهو صغروك وهو كي يجي تشوف للامانه باش يتعدل اوتوماتيكمون. اما نحنا ما يصيرش نزيدوا نعزوا الاليات هذوك افكتيفمون. صحيح افكتيفمون. نعلموا كيفاش النظام زاد اش معناها النظام. دوك الماكله باش تولي بالنظام. لو كان صغيرك من النوع اللي ما يحبش يقعد على الطاوله وما يحبش ياكل ويحب ياكل في كل وقت وياكل في كل بلاصه وفي كل بلاصه، لا راهو ايفيكتيفمون ريتنا اخزر نحن نقولوا له شوف معناها كان حيوان ربي سبحانه وتعالى خلقه من غير ما يتكلم وعنها حتى المخ نتاعو على قده ايتترا، ونحن اللي ميزنا ربي على الحيوان معناها باش نعملوا سلوك اللي ما يجيش ما يليقش. دونك كيف ما الحيوان عنده نظام حتى الانسان زاد عنده نظام. هو ياكل في اوقات معين، حتى نحن رانا يلزمنا ناكلوا في اوقات معين. دوك هو راهو سيمتثل ذلك الطفل. معناها وقت اللي توريه السلوك اللي باش تستعملوا انت مع الحيوان هذاك في نفس الوقت قاعده تعلم فيه، ما نستناش باش الصغير يلاحظ وحده. لا لا ما فما حاجه اللي هو يلزمه يلاحظها. هذوك الملاحظات خاطر خليوا له الاكتشاف، الجانب نتاع الاكتشاف لازم مهم جدا. يعني مش كل شيء نفسروه للصغير، فما حاجات هو يكتشفها او فيغ ميزور، ولكن فما حاجات نحن نقولوا لي زابي سي معناها الابجديات الاولى. دوك اوتوماتيكمون باش نحن يكونوا رفقوهم باش ينجموا يفهموهم اتتغا سورتو كي بداو صغار عمرهم صغير مازالوا ما ينجموش يستوعبوا وحدهم حاجات معينه. دونك ديجا قلنا نظافه زاد كيفاش نحافظوا على النظافه نتاع الحيوان هذاك. راهو الحيوان هذاك اذا ماهوش نظيف راه ما يدخلش للدار على خاطر نجم يحمل معاه جراثيم اتتغا. ونعلموا اوتوماتيكمون صغارنا اداب النظافه افكتيفمون، كيفاش لازم يغسل يدي قبل ما ياكل، يحك اسنان وندر شنو، دونك ينحي صباط. دونك مهمين برشا حاجات هذوما دونك باش يتعلم بها او فور اي ميزور. كيف زاد لو فيت صغيرنا كي يبدا متقلق، راهو الحيوان زاد كي يبدا متقلق راهو يولي يرفض حتى اللعب مع مولاه. دونك نفسروا زاد للصغير اللي راهو الحيوان زاد عنده احاسيس، هذاك علاش لازمنا ديما نرحموهم نعاملوهم برحمه، راهو ربي سبحانه وتعالى يثيبنا عليهم كل حاجه تعملها. دونك لهنا باش تغرس فيه قيم نتاع الدين نتاعنا والمجتمع والمبادئ والاصول ايتترا. ونحكيو قصص نتاع الحيوانات كيفاش عبر الزمن مرت، كيفاش ايتترا، كيفاش من الاول كيفاش صار الرفق بالكلب، كيفاش فما انسان معناها دخل الجنه غير خاطر الخوف نتاعو عاد بها طريف ماء وعطاها للكلب بشرب وقدش ربح بها ثواب اتتغا. دوك هذي الكل باش تعزز عند الصغير برشا قيم وبرشا جذور باش هو يتعدل في سلوكه او ميم طون حتى في المبادئ نتاعو حتى في نفسيته يكون فما التوازن. فوالا نتصقلوا تليفوناتكم 70 035 120 77 288 289. الحقيقه سونيا راهو جات تفاعلات كبيره برشا على الموضوع هذايا. ايمن تقولي حاضره معنا مدام سيده، مرحبا بك يا مدام سيده.
أنا مريومة عسلامة. وينك شنو حوالك يا مدام سيدة؟ حوالك يا مريم. الحمد لله. أنت لاباس مريومة؟ إن شاء الله إن شاء الله، نقولوا الحمد لله، إن شاء الله نكونوا بخير، هذيك هي الفايدة. مدام سونيا شنو حوالك؟ أهلا وسهلا. الجميلة كما يقول مهران. دكتورتنا الجميلة. فضلك هذيك عينيك أنت المزيانين، أنت وسي مهران، هذاك علاش توما تروني فيا جميلة فقط. لا هو بالحق أنت جميلة ساعة، أما جميلة بأخلاقك ربي يبارك لك. ربي يبارك لك. مرحبا بك مريومة. يعيشك يا مدام سيدة. سوسن وأنس، ومرحبا بسيف الدين بولاريس. يا سيف سمون شنو أحوالك؟ قالك وينك يا مدام السيدة؟ هكا غات السيف كوتي ديجيتال قاعد يحب يخرجنا في أحسن صورة. عرفت نهار السبت محلاه هذاك كي جيت المرة الأولى. أيوا أخيرا أي أنا سمعت بيك يا مدام السيدة اللي طليت علينا مرة أخرى، مرحبا بيك وإن شاء الله ديما منورتنا بوجودك. آمين. يعيشك عزيزتي، يعيشك. أنا والله باش نحكي في حاجة ما هيش مش كيما سي مهران وكيما المجتمع الأولى المتدخل الأولى. أي أي أنا عرفتهمش وماذا بيا تفسري مدام سونيا، خاطر بالحق يلزمني تفسير. أنا يلزمني. تفضل. بون احنا نعرفوا ساعة الحيوان أنه الحيوان فدال للمولاه اللي مربي فدال فدال على الاخر. وفما حكايه يظل لي تو تجي من بعد عشق ومجتمع ان شاء الله تو تدخل تشوفوا الحكايه مؤثره 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 على الاخر. انا كحكي انا كحكيت لي وليت متكلم كيما تصورش. نعرف اللي فدال برشا واللي لكن انا العكس، بمعنى انا من خاص من الحيوان ما نحبهمش. كي كنت صغيره في البريمير نتذكر انا نقرا انترن يا مدام سونيا، ونجي ساعات الليل من المدرسه، نجي في الليل انا نبدا ماشيه في الشارع وعندنا كليب اسمه طرزان، تعرف يجي يجري يعرضني، تعرف يعرضني كي العبد والله يرحب بيا نلعب معاه وقت صغيره ما نفهمش ونشد القطوسه. لكن بعد فكبرت ما عادش نحب شو ما عادش نحبهم. انا خاف منهم مثلا توا في فيراندا كي نحل الباب ونقول فماش قطوسه معناها ما نخاف. بون لكن ما تنساش اني نحط لها الماكله، نحط لها ساعه تهبط خاطر نقول نعبي لهم بانو بالماء، نقول باش يشربوا مسكنات خاطر يعطشوا. بون نسخف عليهم على الاخر، اما انا نخاف منهم على الاخر. كي دار فيها قطوسه ولا فيها كلب انا ما نمشيش، معناها عندي صحابي مربين قطوسه اللي لي ما نمشي مشيت بحذاهم، اما نبدا نقول لهم القطوسه بعدوها بعد القطوسه. علاش؟ خاطر الحقيقه انا زاده موسوسه برشا، عندي توسويس في النظافه فوق ما تتصور. باش تقولوا لي ما عندها بريطة ما عندها شامبو تختل ياخذوها ونظافه ونظافه، لكن لا يقولوا انه الحيوان الكلب القطوس تعمل الكيست معناها الحقيقه. ولا يقولوا خاصة الكلب إذا كان عمل في حاجة كشرب ولا في حاجة مثلا غلطة زاد تختار صافي. أنا نسبة بالحاجات هذيا أنا وليت نخاف وبلس نخاف نخاف ما نعرفش علاش. كي قطوسة تتناوش أنا ما تصورش يا مريم نولي نرش ونولي نتبجع نتبجع زاد على الأخر. مرة نشرب في كاستي في الشمس في دار أختي قاعدة نشرب في كاستي وعند قطوسة هبطت مش تاعهم هبطت جيت نمسك ما عملتش جاي هي طلعتك في حجري متفجع لك كيف فجعة وطيح الكاس من يدي بالعمل أختي خرجت مفجوعة من من ما نعرفش هذايا علاش الناس. لكن وقت اللي كنت صغيره ما خافش تقبل فوالا معناها متقبله الحيوان كنت متقبله. لكن توا من الجمر دار فيها كلب يستحيل باش ندخل لها ساعه نبدا خايفه مثلا نبدا ماشي في الشارع وكلب حتى على بعيد بعيد راهو وانا نبدا نرعش وخايف يا بنتي بعيد يا بنتي والله بعيد نشوف حذاك في السطح يا بنتي في السطح كل مكان يهبط فوالا دونك خوف زايد عن حد اللي او بوان اللي مدام سيده ما عندهاش الاليات اللي تخليها تدافع على 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 نفسيتها دونك على صحتها النفسيه، ما عندهاش لي ميكانيزم ديفونس باش تنجم هي تتجاوزك الخوف هذاك، خاطر الخوف هو اللي مسيطر عليها مش هي مسيطر عليه. دونك هذاك علاش ايفيكتيفمون تكون تخاف من الحيوان هذايا بالطريقه هذايا. فوالا دونك معناها هذه اللي الخوف الزائد يلزمك تواجه الخوف نتاعك مدام سيده، يلزمك تتقبله بشويه 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 ما نجمش بقعه فما دي بروفيسيون
تهبط وحده من الفيراندا للفيراندا نخاف انا خاف. فما دي بروفيسيونيل ينجموا يعاونوك، دونك مختصين ينجموا يعاونوك، اللي هو مختص نفسي ينجم بشويه بشويه يعطيك الاليت كيفاش تتقبل ساعه اولا الحيوان تكتشفه، وبعديك افكتيفمون يعلمك كيفاش بشويه بشويه تبدا تقرب له الحيوان هذاك بالطريف بالطريف سورتو وقت اللي دونك باش تقعد روحك تقول لروحك مادام سيده ما نجمش دونك امبوسيبل باش نجم فوالا افكتيفمون. هو ممكن البدايه البدايه هي ديما هو لو بوان ديبار ديما في اي حاجه، بوان ديبار هو اصعب اصعب نقطه انطلاق، هو حتى الكهرباء باش تخرجها من الباركينغ اصعب فيتيس واقوى حسب مدام سيده معناها كان نسيت ويدي نخل الجبال وبنرسمه دونك معناها ينجم زيد حتى معناها الحكايه نتاع اللي هي عندها الهوس الزائد بالنظافه زيد من بين هذه معناها من بين العوام هذاك علاش فين كوب تخما بارمي لي ميور تكنيك اللي تنجم بارمي لي ميور تكنيك كل وانا نرجعهم معناها وقت صدقني وقت الكورونا فما شكون من اذاعه اخرى فقد يا سيدي لو كان مسلطه كيف عرف مش كورونا دونك فوالا هما يدخلوا في اطار ممكن هي على خاطر عملت علاقه دونك علاقه علاقه ماهيش سليمه 100% اللي هي الحيوان ممسخ دونك ممسخ اوتوماتيكمون فما جراثيم جراثيم اوتوماتيكمون تنجم تمرضنا دونك يسفي المفهوم هذا يتفكك يتغير ويتفكك ويتعاود يتبني من الاول وجديد اكيد فما برشا مخاوف تتنحى وكي تنقص ثقافه نسبه المخاوف دونك اوتوماتيكمون بالعكس ولي نحن عندنا القدره للسيطره على المخاوف هذه. فوالا يعطيك الصحه مدام سيده ان شاء الله تكون الرساله وجدت دونك مدام سيده تستحق المتابعه بيان سور من اهل الاختصاص باش يخليوها كنقطه البدايه وتلقى روحها في الاطار هذايا. شوفوا هنا معناها تباين الاراء فيما يخص الموضوع نتاع الحيوان فما شكون واعي بالحيوان معناها بالحيوان والعلاقه بالحيوان لكن عنده معناها فما حدود معينه يعرف وقتاش كيفيه التعامل معاه فما شكون يرفض رفض تام مساله الحيوانات وفما كيف اللي معناها التعلق الزائد بالحيوان نتاعهم وكلها علاقات هي كلها ميولات سونيا انت والحيوان اللي ينجم يكون معاك انت والحيوان اللي ينجم يكون عندك احنا في التجارب حكينا على الكلب حكينا على القطط حكينا على برشا حيوانات اخرين كيف ما زاده راهو مش بشرطه كيف ما كانت تحكي مدام سيده مش بشرطه نحن الكل نحتاجوا الحيوان باش تصير تعديل في سلوكنا او باش يصير بتدخل الاشباع العاطفي وكي يبدا عندنا قصور عاطفي او كونترير فما عباد تلتجا الى حاجات اخرى ما فماش كان الحيوان دونك فما الاستمتاع بالمهار والميولات نتاعنا كيف باغ اكزومبل عازف على اله معينه فما لي كوليكسيونور دونك فما شكون اللي معناها الغرام نتاعو يلم المشكل اللي تنبغ اي حاجه معينه افكتيفمون ما نعرفش انا كان تسمح لي باش نعطيك مثال انا مثلا ولدي مغروم بتجميع الاغطيه نتاع البيبس افكتيفمون دونك اختا تاع دابوزه جديد يحب يستحفظ عليه دونك عامل دي تابلو حاطط ملصق فيهم دونك كل واحد والغرام شنو هو فما البابوش فما شكون اللي معناها في الصيف العباد تعوم وهو يبدا غاطس باش يلقى بابوشه خارجه على المألوف ويلم في البابوش معناها فما برشا 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 غرام كل واحد وغرامه مهم فما حاجه يعملها اللي ساعه اولا يكون شيخ عليها عامل عليها جو اي سورتو اللي فما معناها الغرام هذاك يوفر له ساتيسفاكسيون بيرسونيل دونك يكون ديجا راضي فما رضا عن الذات وزاد متعه وهو يعمل فيها اي سورتو المتعه وهو يمارس فك المهاره هذيك والا فك الغرام هذاك اللي يعمل فيه. فوالا احنا مازلنا في استقبال تليفونات 70 35 120 77 288 289 نحكي لكم على تربيه الحيوان الاليف خاصه التاثيرات نتاعو على سلوك صغيراتنا وقت اللي نزرع فيهم ديجا تربيه الحيوان الأليف. وكنا تحدثنا قبل شوية مع الأخصائي والمعالجة النفسية سونيا جبيلي على عديد من المزايا اللي تنجموا تزرعها في صغيراتكم من خلال السلوك ومن خلال تربية حيوان أليف. مازلنا مواصلين معكم منتدى الحياة حتى للأربعة. الحياة فن زهرة الحياة حبيبي نساي نساي.